باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إنجيل اليوم من الأناجيل المشهورة اللي احنا بنقراها، لأن احنا بنقراها في تذكار كل يوم يوافق تذكار نياحة أحد الآباء البطاركة. بنقرأ في هذا الجزء من الإنجيل، إنجيل الراعي الصالح، اللي هو جزء من الإصحاح العاشر من إنجيل معلمنا يوحنا، وبيتقري حوالي 38 مرة على مدار السنة الطقسية، بنقرأ 38 مرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع قد يبدو غريب شوية، اللي هو الخروف. أول نقطة عايزين نتكلم عنها هو التشبيه بالخروف. ايه التشبيهات اللي وردت في الكتاب المقدس عن الخروف؟ الانسان اتشبه بالخروف في ثلاث حالات. الحالة الاولى الانسان العادي اتشبه بالخروف، وده واضح خالص في المثل في قراءات النهاردة. بيقول السيد المسيح: ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد. إذا الشعب اليهودي شبه بالخراف، والشعب والشعوب الوثنية الأممية شبهت أيضا بالخراف. ولما تكلم السيد المسيح مع القديس بطرس بعد ما قام من الأموات وظهر لهم عند بحيرة طبرية، بيقول الكتاب كده: فبعدما تغدوا، لأن السيد المسيح قعد معاهم وكل سمك وتغدوا، قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له: ارعى خرافي، يقصد به الشعب كله، كل الشعب بكل أنواعه. وفي صورة رائعة عن الرعاية وردت في أشعياء الإصحاح 40 آية 10 و11، يقول كده: هوذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له، هوذا أجرته معه وعملته قدامه، كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. وهنا تشبيه واضح بأنه الإنسان في جميع مراحله بيتشبه بالخروف. إذا كان إنسان ناضج روحيا فيتشبه بالمرضعات اللي هي الخراف الكبيرة يعني، وإذا كان الإنسان لسه في بداية حياته مع الله يبقى زي الحملان، ربنا يعامله زي الحمل مش هيعرف يمشي، أنا هشيله. عشان كده قال: بذراعه يجمع الحملان وفي حضن يحملها ويقود المرضعات. يبقى ده أول حاجة، الإنسان العادي. أيضا الإنسان البعيد عن المسيح، الإنسان الضال البعيد عن الله، شبه أيضا بالخروف الضال. وقال السيد المسيح كده لتلاميذه لما طلبوا منه أنه هو يستجيب لصراخ المرأة الكنعانية، قال لهم كده: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. ولما أرسل تلاميذه في الإرسالية الأولى اتقال كده في متى 10: هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحرية إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. البعيدين عن الله اتشبهوا بالخراف الضالة، ولذلك أعطانا مثل الخروف الضال في لوقا 15، وقال كده: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟
إذن الإنسان البعيد عن الله اتشبه بالخروف الضال، والناس عموما اتشبهوا بالخراف اللي يحتاجوا لرعاية وحفظ الراعي الصالح. أيضا الإنسان المخلص، الإنسان اللي هيدخل الملكوت، اتشبه أيضا هذا الإنسان بالخروف. والسيد المسيح قال كده في متى 24 إنه هيأتي الكده، فأجاب وقال إنه هيأتي ويجعل الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. إذن الإنسان المختار، الناس المختارة وهيكون لهم نصيب في الملكوت، أيضا اتشبهوا بالخراف. يبقى دي 3 تشبيهات للخراف: الإنسان العادي، الإنسان الضال، الإنسان المخلص أو المختار. تشبيه رابع: السيد المسيح نفسه شبه بالحمل اللي هو الخروف الصغير، وقال كده عليه القديس يوحنا المعمدان لما شافه في يوحنا 1، قال هوذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. واتقال عنه أيضا إنه زي ما ورد في أشعياء 53 وأعمال الرسل 8، مثل شاه سيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. يبقى دي تشبيهات الخروف في الكتاب المقدس: الإنسان العادي تشبه بالخروف، الإنسان الضال تشبه بالخروف، الإنسان المختار أو المخلص اللي هينال ويكون له نصيب في الملكوت تشبه بالخروف، أيضا السيد المسيح نفسه تشبه بالخروف أو حمل الله الذي بلا عيب. وهنا السؤال الثاني اللي احنا عاوزين نتكلم: اشمعنى الخروف؟ ليه يا رب شبهت الناس بموضوع الخراف؟ وهل هذه هي إهانة للإنسان؟ لا، مش إهانة، لأن السيد المسيح نفسه شبه نفسه بالخروف، فمش إهانة. زي ما السيد المسيح نفسه بيشبه بالأسد الخارج من سبط يهوذا، وده اللي اتقال عنه في سفر الرؤيا. لكن احنا بناخد جوانب معينة من التشبيه، يعني الأسد، الشيطان أيضا يتشبه بالأسد. هوذا الشيطان كأسد، عاوز إيه؟ عاوز يفترس، يقول ملتمسا من يبتلعه. يبقى الأسد في افتراسه، في غضبه زي الشيطان، لكن كملك شبه السيد المسيح بالأسد كملك، الملك الغالب من سفر يهوذا. يبقى دي مش إهانة للإنسان. وهنا السؤال: لماذا الخروف؟ أول حاجة، الخروف يتميز بالتسليم الكامل للراعي. الخروف هو أضعف حيوان ممكن إن هو يقف قدام أي حيوان تاني عاوز يفترسه، أبطأ حيوان وأكثر حيوان وداعة، مش ممكن يقاوم. ويقال إنه لما أنثى الأسد تحب تعلم صغارها الافتراس، تخليهم يفترسوا خراف، ده أسهل حاجة. فالخروف بدون الراعي يضيع، يبقى عرضة للموت على طول. عشان كده الخروف مثال واضح للتسليم الكامل بلا مجادلة، بدون ما يدخل في حوارات كثيرة. هو يعلم تماما إنه حياته في اتحاده بالراعي بتاعه، حياته في اتحاده بالراعي بتاعه وفي إطاعة أوامره، بيبص عليه ويمشي وراه بدون أي جدال، بدون ما يبص يمين ولا شمال عشان ما يتهش، لأنه لو تاه يبقى غالبا ده هيبقى نهايته وموته. ففي تسليم كامل لحياة الراعي، وهذا التسليم بيخليه مطيع طاعة كاملة، يسمع وينفذ فورا. هياكل منين؟ الراعي عارف.
هيشرب ازاي، الراعي هيقوده. وده اللي ورد في مزمور 23 اللي هو مزمور الراعي الصالح. إلى مراعي خضر يربضني، يربضني يعني أقعدني، أقعد في الأرض اللي مليانة عشب وأكل براحتي، وإلى ماء الراحة يوردني. يقال إنه الخرفان ما تقدرش تاكل من المية وهي بتجري بسرعة، فكان الراعي يعمل، الرعاة يعملوا إيه؟ يحطوا إيديهم كده أو يحطوا شجرة، فالمية لما تصطدم بالشجرة السرعة بتاعتها تخف شوية، فيقدر الخروف ان هو ايه يشرب من المية اللي بتعبر من ورا الشجر دي، لان المية كده ولا كده هتكمل الجريان بتاعها، بس لما بتلاقي عائق السرعة تخف فيقدروا يشربوا. فهو معتمد اعتماد كامل، اكله شربه سلامته على الراعي. النقطة التانية في الخرفان تمييز صوت الراعي، ودي مهمة قوي. وقال كده السيد المسيح: لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. في الحقيقة ده حاجة مهمة قوي، لأننا كلنا تقريبا بنعاني من جزئية اسمها كيف أميز صوت الراعي في حياته، في حياتي. الخراف تميز صوت الراعي ليه؟ الغرض الرئيسي من تربية الخراف في إسرائيل كان هو جز الصوف، مش الحصول على الصوف، مش الحصول على اللحوم. ولذلك الخروف بيقعد مع الراعي فترة طويلة، أكتر من سنة واتنين وتلاتة. الغرض الأساسي إن أنا باخد منه الصوف. فبيحصل ما بين الراعي وما بين الخروف الخرفان عشرة، وبيبقى ليه صوت معين هو معوده عليهم، فلما يقول الصوت ده الخرفان كلها تنتبه ليه وتروح له. وفي قصة مشهورة حصلت بالفعل مصورة بالفيديو، واحد شافها في إسرائيل. اتنين رعاة كل واحد جاي قصاد التاني واتقابلوا مع بعض، وكل واحد مع قطيع، والقطيع من نفس الفصيلة ونفس الشكل ونفس اللون. فالرجل استغرب، القطيعين اختلطوا ببعض، طيب هيعرف ده من ده ازاي؟ بعد ما اتكلموا شوية الراعي الاولاني خد جنب كده وراح مدي صوت معين، كل الخرفان بتاعته جريت عليه، عارفاه حافظاه، تميز صوته، لأنه في عشرة، في اختبار، في طول النهار موجودين معاه، فبيعرفوا كويس، يعرفوا يميزوا صوته. هذا هو صوت الراعي. ليه؟ بناكل ونشرب وننام معاه. الرعاة كانوا ياخدوا الخرفان في أماكن بعيدة فوق سفوح الجبال عشان يدوروا على مرعى، أماكن يعني فيها خضرة، وممكن يباتوا يومين يومين وتلاتة بعيد عن بيوتهم لحد ما الخرفان تخلص عن المرعى ده وتشبع منه ويرجعوا تاني، وهكذا كل يومين تلاتة ياخدهم ويبات بيهم كذا يوم، يبقى بياكل ويشرب وينام مع الراعي على طول. فطبعا حافظ صوته وحافظ شكله ويبص له على طول، لأنه هو مصدر سلامه، هو مصدر أكله، مصدر حياته. وهو ده المهم، إن يكون الله هو مصدر حياتنا، نميز صوته بالعشرة معاه. بالعشرة يعني إيه؟ بالصلاة. بالعشرة يعني بالإنجيل، ما أنا هعرف الله من خلال صلاتي، من خلال إنجيلي، من خلال مرشد روحي يكون أنا بثق فيه يقودني إلى طريق الله ويشير إلى طريق الله، فيبقى فيه دايما حياة معاه. ما ينفعش واحد ملوش علاقة بربنا ويقول عاوز أسمع صوت الله يحتار، أصوات كتيرة بتجيله، آراء كتيرة بيسمعها، لا يستطيع التمييز لأنه ليس له عشرة، مش زي الخروف. عاوزين نكون زي الخراف في طاعتها الكاملة وفي تسليم حياتها الكامل لله
وفي تمييز صوت الراعي. الله يعطينا ان احنا نعيش مع الله ونتحد به ونكون مطيعين ليه، وإلهنا المجد دائما أبديا، آمين. هللويا 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 هللويا، اسمه بيكلو من تأثيره،